أهلا بكم من جديد. وطبعا التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي على وقع كورونا متعددة. بعض الولايات في أمريكا بدأت في إعادة فتح اقتصاداتها، وأعلنت ولايات أخرى عن خطط لإلغاء الإغلاق وسط تحذيرات من التسرع. وأعلن المعهد الوطني للحساسية للأمراض المعدية عدم سيطرة الحكومة الأمريكية على وباء فيروس كورونا في بعض المناطق من البلاد. لنعرف ماذا يحدث في الولايات المتحدة خاصة على المستوى الاقتصادي، ينضم إلينا مباشرة عبر سكايب من نيويورك أمجد عطية، الرئيس التنفيذي لأفكس دي دي. أهلا وسهلا أستاذ أمجد. ويعني في ظل تخطي عدد الإصابات في الولايات المتحدة 1,000,000 إصابة، هل تتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على رفع القيود لإعادة فتح الاقتصاد؟ أهلا بك يا فندم. وعدد الإصابات يمكن وصل لقرابة 1,500,000 إصابة، لكن القرار لإعادة فتح الولايات المتحدة يعتمد أو في يد حاكم كل ولاية. السلطة المركزية سواء كانت الكونجرس أو السنة أو الرئيس الأمريكي لا يمتلك إجبار أي ولاية على إعادة الفتح، لكنهم وضعوا أطر عامة للمعايير التي يجب الوصول إليها قبل أن تبدأ الولايات في الفتح. وبالفعل المعايير دي تعتمد على يعني قلة عدد الإصابات لمدة أسبوعين متواصلتين، توافر عدد معين من الأسرة في كل المستشفيات، 30% تكون الأسرة متاحة يعني للتعامل مع أي إصابات إضافية، عدد آخر من الشروط تواجد يعني كثير من يستطيعوا التتبع لمن أصيب. فهذه الأطر العامة التي وضعتها الإدارة الأمريكية لكل للولايات بصورة عامة، وحاكم كل ولاية هو الذي بيضع أو بينظر إلى الولاية الخاصة به ويقوم باتخاذ القرارات. فعندنا يمكن أكثر من 40 ولاية هتبدأ الفتح أو المرحلة الأولى للفتح، لأن الفتح هيتم على 3 لـ4 مراحل. هنبتدي يعني تقريبا 40 ولاية هتبتدي أول مرحلة يوم 15 مايو القادم اللي هو يوم الجمعة القادم، لمحاولة أو البدء في المرحلة الأولى. المرحلة الأولى تكون عودة الوظائف التصنيعية والوظائف الإنشائية، لأنها غالبا بيكون في يعني في الهواء، الإنشاء بعدد المباني بيكون في الهواء الطلق، فلا يوجد يعني تكدس. المرحلة الثانية إن سارت الأمور بصورة طيبة هتبدأ بعدها بأسبوعين، وهتكون تعتمد في المقام الأول على عودة الموظفين إلى عملهم. المرحلة الثالثة هتكون عودة المطاعم والجيم، صلاة الرياضة وغيرها من الامور الاخرى التي اعتمد والمحلات بصوره عامه ريتيل. والمرحله الرابعه والاخيره هتكون عوده المدارس والمسارح والسينمات والاماكن التي يعني تعتمد على تجمع كبير. لكن كما اشرت حضرتك الامر كله يتوقف على كيفيه تعامل الفيروس مع كل مرحله. في حاله ازدياد الاصابات سيتم تاجيل المراحل الاخرى. لكن على سبيل المثال ولايه نيويورك ونيوجيرسي اللي احنا موجودين فيها لن يتم البدء في المرحله الاولى حتى الاول من يونيو. واعلن بالامس الحاكم ولايه نيويورك انه لن تعود الامور الى نسقها الشبه طبيعي او الطبيعي الجديد كما يسموه الا مع الاول من شهر اغسطس القادم، لان هناك عدد من الشروط لم تتوافر بعد، وما زالت اعداد الاصابات عاليه بنسبه كبيره في نيويورك ونيوجيرسي، مما يجعل من الصعوبه بمكان فتح الامور بصوره يعني امنه، لان هناك خوف من ان تتكرر ما حدث في اسبانيا او المانيا من محاوله الفتح ثم العوده مره اخرى الى الاغلاق. وده امر يعني بيحاولوا يتجنبوه، ان الاغلاق بصوره اذا استمر اكثر من كده هيكون ليه اضرار جسيمه جدا على الاقتصاد. احنا لاحظنا الاسبوع الماضي كان هناك اكثر من اللي هو التقرير البطاله الشهري يصدر في الولايات المتحده، نسبه البطاله تخطت ال 15%، عدد من تقدموا على اعلانات البطاله زاد عن 21 مليون. فهناك يعني وضع اقتصادي صعب يحاول الرئيس الامريكي ويحاول يعني حكام الولايات التغلب عليه والتعامل معه بصوره يعني، لانه لا يوجد حل اخر غير محاوله اعاده الفتح، لكن محاوله اعاده الفتح بصوره امنه. طيب ما رأيك في إعفاء الصين ل 79 سلعة أمريكية من الرسوم الجمركية الإضافية؟ كيف يمكن أن نفهم هذا في سياق الحرب التجارية ما بين البلدين؟
الصين تحت ضغط كبير جدا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فهناك اتهامات واضحة تصاغ كل يوم في الكونجرس الأمريكي والرئيس الأمريكي بأن الصين قامت ب يعني إخفاء معلومات هامة عن الوباء في بدايته. هناك اتهامات كبيرة لمنظمة الصحة العالمية بالتواطؤ مع الصين في هذا الأمر. باليوم كان هناك تقرير من الاستخبارات الأمريكية والاستخبارات الألمانية تم إذاعته أن الصين كانت على علم بالمشاكل الكبيرة لفيروس كورونا ولم تخفي ولم تعلن الأمر، وتواطأت مع منظمة الصحة العالمية لإخفاء هذا الأمر. فالصين تحت ضغوط كبيرة وتحاول الآن استرضاء الرئيس الأمريكي واسترضاء العالم حتى لا تتعرض لعقوبات كبيرة من هذه الدول. لكن أنا لا أعتقد أنه مثل هذه الأمور هيكون حتى قد تكون بادرة حسن نية، لكنها لن يعني لن تكون كافية لإنهاء هذا الأمر. فالهجوم واضح جدا من الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي أيضا على الحكومة الصينية بأنها كانت على علم بالوباء، بأنها أخفت ولم تصدر البي بي اي اللي هي البروتكتيف كلودينج اللي هي المواد الوقائية سواء كانت ماسكات أو ملابس أو أقنعة، واحتفظت بها لأنها كانت على علم أن الوباء سينتشر في العالم أجمع، وهو ما تسبب في زيادة عدد الوفيات في العالم أجمع وخاصة في الولايات المتحدة. نعم. فقد يكون ده يعني بادرة حسن نية، لكنها لن تؤثر كثيرا على الموقف بصورة عامة. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الأستاذ أمجد عطية، حدثنا ده مباشرة من نيويورك، شكرا جزيلا لك.